السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض سلسلة شرحنا على N8N وازاي تقدر تربط الذكاء الاصطناعي بتليجرام او تليجرام بالذكاء الاصطناعي. طبعا احنا اتكلمنا الشرح اللي فات ازاي تقدر تربط الواتساب بالذكاء الاصطناعي، وتعلمنا كمان ان ازاي تقدر تسطب ال N8N عندك على الاستضافة بتاعتك، وهسيب لك كل الكلام ده موجود في الشرح اللي موجود في الوصف او التعليقات. فدلوقتي هنروح مع بعض كده عشان ما اطولش عليك، نبدا شرحنا ازاي تقدر تربط التليجرام بمنصه شات جي بي تي. فكل عليك بس بتروح عندك على اول حاجه بتخش على منصه N8N وتحط التريجر اللي هو التليجرام، وبعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها اون مسج تضغط عليها ضغطه، وبعد كده بقى بتقول له هنا تعمل كرنتال جديد علشان تبدا تحط الاكسس توكن. طبعا عشان تروح تجيب الاكسس توكن بتفتح عندك الواتساب عندك على الكمبيوتر، وعفوا التليجرام على الكمبيوتر، وبعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها بوت فازر. طبعا لما تيجي تروح عندك على البوت فازر ده بتقدر تعمل لنفسك بوت انت تقدر تنشئه بايدك انت. وبعد كده بعد ما تيجي تعمل البوت بتاعك، على سبيل المثال ان انا اختار البوت ده، هختار هنا بعدها ان انا اقول له عايز الاكسس توكن او الاي بي اي اكسس توكن. بتاخد الاكسس توكن ده بتقوم رايح عامل له بيست هنا وتعمل سيف لحد ما يقول لك هنا سكسسفلي وان هو تم الربط على الاكسس توكن. كده خلصنا من اول حاجه وهي التليجرام تريجر. بتروح عندك تاخدها كده في جنب، وبعد كده بتضغط عندك على علامه الزائد وبتروح عندك على الاي اي ايجنت. بعد ما تيجي تضغط عندك على الاي اي ايجنت ترجع تاني على الكانفاس، بتروح عندك على الموديل وبعد كده بتختار اوبن اي اي. تمام، بتضغط عندك على اوبن اي اي، وبعد كده بتروح عندك على المنصه دي بتعمل كرييت كرنتل اللي هو بتجيب الاكسس توكن من البلاتفورم الخاص بالمنصه بتاع اوبن اي اي. زي ما انت شايف كده هنروح عندنا على البلاتفورم، وبعد كده بتروح عندك على السيتنج، ومن السيتنج بتروح عندك على الاي بي اي كيز، وبعد كده بتعمل كرييت سيكريت كي. وطبعا مثلا هنسميه مثلا نقول تيست، وبعد كده بتعمل جنريت وبتاخد الاكسس توكن ده بتقوم انت رايح رافعه على منصه N8N. بعد كده بتقول له هنا سيف لحد ما يعمل كونكت سكسسفولي على الاكسس توكن. بعد كده بترجع تاني على الكانفاس وبتروح عندك على علامه الزائد تاني بتربط على التليجرام من جديد، تكتب هنا التليجرام. تمام، وبعد كده بتختار عندك حاجه اسمها سند تكست او مسج تكست او تكست مسج حاجه زي كده، وبعد كده بتروح عندك على اللي هو الكرنتال بتاعك زي ما احنا اتفقنا، بتحط هنا الشات اي دي، ترجع تاني وبعد كده بتشغل كل الكلام ده علشان نشوف المشكله اللي هتحصل لنا. هو لازم يحصل مشكله في الكود علشان تبدا انت تصلحه. فانت مثلا هتكتب على سبيل المثال هنروح عندنا على البوت بتاعنا ونقول له ستارت، طبعا حصل مشكله في الاي اي ايجنت، بتروح تفتح الاي اي ايجنت وهيقول لك انا عايز برومت مسج. فانت كل عليك بس بتنزل تحت كده علشان تجيب البرومت، بتروح عندك على اللي هو الديفولت بلو، وبعد كده بتروح عندك على المسج انت رايح ضايفها هنا بالشكل اللي قدامك ده كده لحد ما يظهر باللون الاخضر. بعد كده بتشغل تاني علشان نبدا نشوف الاي اي هيبدا يشتغل مع التليجرام، وبعد كده بتكتب اي رساله مثلا هنا بيبدا يربط، قال لك الخطا في ان هو يرد عليك بقى، ده الخطا. بتفتح بقى الرساله دي بيقول لك حاجه اسمها الشات اي دي، افتح السهم ده امسح كل الكلام اللي في الشات اي دي وخد الاي دي على الشات اي دي ده. تمام، ولو قال لك في تكست تحته خد برده التكست وانقله على خانه التكست، وهتبدا بقى تجرب الاي اي. طبعا هو كده عمل كونكت مع شات جي بي تي زي ما انت شايف كده، وتبدا بقى تتواصل معاه زي ما انت عاوز. مثلا انت تقول له هاي او هاو ار يو، وبعد كده هو يبدا بقى يرد عليك باللغه الانجليزيه. تمام، هو دلوقتي ما ردش عليك، انت بس كل اللي عليك بترجع تاني كده بتروح عندك على حاجه اسمها الاكتيفيت او بتعمل اكتيف للكود، وبترجع تاني تبعت له نفس الرساله. هنا بعت له الرساله هو رد عليك. تمام، برضو لما تيجي برضو تكتب له باللغه العربيه وتقول له هل تتحدث اللغه العربيه، طبعا هو هيرد عليك باللغه العربيه، انت كانك بالظبط بتكلم شات جي بي تي. فاحنا كده في الفيديو ده اتعلمتك ازاي تقدر تربط التليجرام بالاي اي ايجنت، ومن الاي اي ايجنت ربطت على شات جي بي تي علشان نبدا لما يجي العميل او الكلاينت يبعت لشات التليجرام عندك، فشات جي بي تي هو اللي يرد ويرد عن طريق التليجرام. طبعا لما جيت اكتب له هل تستطيع الرسم، طبعا هو ممكن يقول لك انك هيقدر يرسم اي حاجه انت عايزها، بس بياخد وقت طويل جدا عن شات جي بي تي عشان يرسم لك الرسمه اللي انت عايزها. كده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.